التفاصيل. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف نزار عياد محامي الإعلامي برهان بسيس. أستاذ أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ. كنا طلعنا البارح على الحكم اللي كان صدر ضد الإعلامي برهان بسيس وأيضا الإعلامي مراد الزغيدي صباح في برنامج الرفماق مع زميلنا رفيق بوشناق. تدخل الأستاذ فتحي المولدي وقال إنهم هما كهيئة دفاع عن مراد الزغيدي تفاجأوا بالقرار اللي صدر ضد مناوبهم ووصفوا الحكم هذايا بالقاسي. حبينا ناخذوا محامي عن برهان بسيس باش نشوفوا كيفاش لقيتوا الحكم هذا أستاذ. صدمة كبيرة شخصيا من يزور الحكم رغم الاتصالات من طرف العديد من الإذاعات والزملاء الصحفيين. رفضت التعليق، اعتبرت انه ما عندي حتى تعليق نجم نعلق به على اللي صار البارح. معناها حتى ما قيت حتى كلمة نجم اقولها، كانت صدمة كبيرة. وهذا تقريبا ما نجم نقوله، كانت مرافعات كبيرة برشا، كان نهار كبير في المحكمة، ما يقارب على 10 محامين تقريبا تداولوا على الدفاع، ومعناها مرافعات قيمة، ناس تتكلم على قوانين أجنبية، فقه قضاء أجنبي، جبدنا قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قوانين مقارنة، تكلمنا كيفاش المرسوم 54 فيه خرق كبير للدستور، وبينا معناها في أدق التفاصيل كيفاش يخرق الدستور ويخرق حتى الأمر الرئاسي عدد 117 في سنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية اللي استند له المشرع في سن مرسوم 54. والحقيقة كانت توجيعة كبيرة، محامي غير برشا على المحكمة وغير برشا على القضاء. اللي صار البارح ما نقولش البرهان ومراد، خاطر برهان ومراد بحول الله وقت اللي كاتب ربي هتو يروحوا، وما اللي صار على القضاء واللي صار على قصر العدالة البارح كمحامي يوجعني برشا وما نرضاهش. قصر العدالة يستحق خير من هكا، والقضاء التونسي يستحق خير من هكا، والسياسة والعدل ما ينجموش يتقابلوا في البقعة. الباب اللي تدخل منه السياسة يخرج منه العدل. للأسف هذا ما وقع. أستاذ نزار، أنت قلت لي أنه الحكم صدمكم، قلت لي كان صادم جدا. كهيئة دفاع شنو كنتوا تنتظروا؟ عدم سماع دعوة؟ ربما الحكم كان أقل مش عام من عرش أنا، إيش كنتوا تنتظروا معناه؟ يعني وقت تقول لي صادم جدا معناه كنتوا، خلينا نقولوا كانت عندكم أمال أنه الحكم يكون أقل، أنه يصير عدم سماع الدعوة، شنو كنتوا تنتظروا كهيئة دفاع؟ سؤال وجيه جدا. هو عبرنا في مختلف وسائل الإعلام، أنا شخصيا على التفاؤل اللي كان عندي لصدور حكم عادل ومنصف لبرهان ومراد. علاش كان يستند التفاؤل هذا؟ وقت اللي تشوف اللي النيابة العمومية قررت إحالة المتهمين على المجلس الجناحي، والحال أنه حتى في إطار جلح نجم نحلو تحقيق ونجم نقعدوا 14 شهر وننساو الموضوع، يتوقفوا 14 شهر ولا شكتب لهم ربي وننساو الموضوع. نيابة اختارت لا، ما مشيناش في هالوجهة هذية، واختارت الإحالة على المجلس الجناحي. كان هذا مؤشر إيجابي جدا. تعيين الجلسة في خلال أسبوع، كنا نجم نتعذروا باللي المحكمة عندها برشا ملفات واللي نجم نعينوا الجلسة بعد أسبوعين ثلاثة. تعيين الجلسة في خلال أسبوع كان مؤشر إيجابي جدا، أكثر من حق. كانت النيابة العمومية يوم الجلسة البارح ممكن أنها تتعذر باللي الاختبارات الفنية بتاع البوليتكنيك بتاع الـ PC والتليفونات مازالت ما وردتش، لأنه البوليتكنيك عندها مئات الهواتف الجوالة ومئات الـ PC في مختلف القضايا.
فكنا نتصور انه نتيجه نتاع الاختبار الفني على التليفونات والبي سي في القضيه هذه، كنا نتصور انه منطقيا معناها نجموا يبتاعوا، وهذا منطقي يعني، ما كناش نستغربوا اذا كان يبتاعوا. فكنا خايفين النيابه العموميه تتعذر بهالعذر هذايا باش تطلب التاخير جمعه جمعتين ويبقاوا الموقوفين في التجنة. هذا ما وقعش، بل كان هناك حرص جديد على انه الاختبارات الفنيه تكون حاضره، وفعلا بالنسبه لبرهان كانت حاضره قبل بنهار، وبالنسبه لمراد كانت في صباح يوم الجلسه. خلصت الاختبار، الاختبارات كانت فارغه، كان مؤشر قبل الجلسه ايجابي جدا. هالحرص هذايا على انه ما نمكنوش النيابه العموميه من 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 سبب باش تطلب التاخير، بالنسبه لنا احنا كان مؤشر ايجابي جدا على انه باش يقع الفصل بطريقه ايجابيه و باش تنتصر العداله للحلول. هذا اللي خلينا نكونوا متفائلين. وكانه تقول لي انت مالا شنو هالتناقض بين المؤشرات الايجابيه اللي كنت تحكي عليها ونفس الحكم اللي هو كما قال فتحي قاسي، وجاب ربي فتحي اعطاني هالمصطلح هذا اللي كنت اسمع فيك تقول فيه، حتى ربما ما كنتش نلقاه، كنت نلقى حاجه اخرى. شنو هالتناقض هذا؟ كيفاش نفسروه بين هالمؤشرات الايجابيه وهالحكم القاسي هذا؟ يبدو انه الامور ماهيش صدفه، انا ما نمنش برشا بالصدف، وكانه فما اون ديناميك كانت موجوده وراء الملف حتى العداله تاخذ مجراها ويمشي الملف في اطار قانوني سليم. هالديناميك هذه هي اللي خلات النيابه العموميه تمشي للتجنيح بدون تحقيق، هي اللي خلات التسخير الفنيه تجي في وقتها. لكن للاسف يبدو انه فما ديناميك اخرى معارضه للتوجه هذا، وهي اللي رات انه التهم تستوجب عقوبه سالبه للحريه. واضح. استاذ سؤال اخير ونختم معك، هيئه الدفاع اليوم عن الاعلامي برهان بسيس باش تتقدم بمطلب لاستئناف الحكم؟ شفنا هيئه الدفاع عن مراد الصغيدي هو اللي اكده الاستاذ صباح فتح المودي، قال انه اليوم ولا غدا باش يقدموا مطلب لاستئناف الحكم. شنو هو التوجهات اللي باش تاخذوها؟ طبعا هو مبدا التقاضي على درجتين. من حق كل مواطن، وهذا حق دستوري، وانه تكون عنده فرصه اخرى في الاستئناف. بالنسبه لبرهان كيف يعني الاستئناف متاكد، ونبقاو ديما متفائلين فانه في يوم ما معناها بحول الله العدل ياخذ مجراه والقانون ياخذ مجراه. واضح. سيما وانه اذا كان فشلنا البارح هذه اندفاع في انه يروحوا بالسكوفيين اللي توقفوا، لانه نجحنا في جعل واضح يوم 22 ماي يوم محاكمه في قاعه الجلسه للمرسوم 54. واضح. شكرا لك. تفضل استاذ فاضل، واصل. تفضل. اي واصل. هام جدا الشيء اللي سمعته البارح من المراقعات القيمه للزملاء في انهم ضربوا في مفصل وبينوا أمام الجميع، أمام هيئة المحكمة، أمام الصحفيين، أمام العموم اللي كانوا حاضرين، بينا وأنه المرسوم هذايا زايل، بل وزال العمل به بزوال العمل بالأمر الرئاسي 117 متعلق بالتدابير الاستثنائية ولمخالفته الصريحة لأكثر من نص في دستور 2022. واضح. شكرا لك الأستاذ نزار عيد محامي الإعلامي برهان بسيس على التدخل معنا وعلى كل هذه المعطيات.